قش لو سمحتي سيبيني لوحدي يا ستي بقى افتحي. لا ما هو مش قش لوحدها على فكره، انا وجايده كمان جينا. احنا مش هنسيبك يا روعي. يلا يا مال شوفي بقى. على فكره انا قلت لهم ان احنا نسيبك براحتك وما نجيبكيش، بس هم صممنا. هو ايه ده؟ اذا انا نمشي هنمشي. مش هنمشي، فكك منها. يلا قومي قومي قومي. لا 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 خرجي. لا انا مش قادره، ممكن تقعدوا معايا بس انا مش قادره فعلا اخرج. خلاص نو بريشر، خلاص سيبيها جميل. هو ايه اللي نو بريشر؟ سيبها براحتها. نور وانت معيطه؟ لا مفيش، عادي. لا مش عادي، انا مش سايباكي كده. اكيد المنيل ده عمل حاجه ثانيه. عمل ايه بقى ان شاء الله؟ مفيش، حاول يكلمني بس. طب ما دي حاجه كويسه. لا مش كويس، يعني اقول له ايه؟ مش عارفه ارد اقول له ايه. يعني انت ما ردتيش عليه؟ نور انت لسه بتحبيه؟ يا دي النيله، هتقولي حب تاني؟ هو كل حاجه بتدخله فيها حب وهباب. يا جماعه في مشاكل ومصايب كوارث اقوى من الحب ده 100 مره، وساعتها بيسيبوا بعض ومش بيكملوا، وبيسلمي لي بقى اختي انت واقعه على الحب ده. انت بتخلي بالك امتى؟ مره واحده بس من كلامك، خلي بالك. لا على فكره هي عندها حق، انا لسه بحبه وعارفه ان هو لسه بيحبني، بس يا جماعه انا مش قادره، مش هعرف، مش هعرف اكمل. على فكره انتوا بتقولوا اي كلام، الحب ممكن يعدي اي حاجه. يا سلام يا اختي، بيعدي من امه؟ ايوه يعدي، لو هم عايزينه يعدي هيعدي. وعلى فكره انت اللي ما رضيتيش عليه، يعني هو حاول. حبيبتي هي ما قالتش مش عايزه، هي قالت مش قادره. ليها وقت على فكره ومساحتها لحد ما تهدى خالص. مش انت كنتي فلقانه من نص ساعه باحترام الرغبات؟ راح فين؟ ايش حتى لو رديت عليها اقول له ايه؟ يعني انا مش شايفه اي ملامح لحياتنا اللي جايه اصلا، ولا عارفه حاجه، ولا بقيت حاسه بنفسي، بقيت حاسه ان انا خايفه من كل حاجه. والله العظيم انا تعبت، خلاص مش قادرة استحمل. معلش يا نور.